النور. مبروك عليك مره اخرى. الله يسلمك يعيشك. مازال كتعيشي اجواء الفرحه بهذا التتويج اللي حققتيه في اولمبيا بارا اولمبيا في باريس؟ اكيد اكيد، خاصه اليوم متواجدين مع سيتي جينيرال اللي نعتبروها بيسنا، دائما الداعم الاول لينا. نقدم لها كل الشكر الجزيل على هذه الالتفاته الطيبه، يعطيك الصحه، دائما واقفه معنا ودائما هي الاولى لنا في التتويج في التكريمات. اللهم ميرسي بوكو على هذه الاستضافه الطيبه، وان شاء الله دائما ما نخيبوش ظنكم وان شاء الله دائما نكونوا في المستوى. كنتلاقاكم رئيس الجمهوريه؟ نعم. مع الانتخابات شويه، لكن استقبلكم في رئاسه الجمهوريه، كيف كانت الاجواء؟ كيفاش حسيتوا؟ اكيد اكيد اجواء رائعه، لانك باش تكون مع رئيس الجمهورية، رئيس الأول في الجزائر يعني، وكان هو متبعنا حقيقة لحظة بلحظة، كل قدمنا تشجيعات وقدمنا أيضا يعني بعد ما تتويج قدمنا تهاني، كان دائما واقف معنا قبل المنافسة وبعد المنافسة. نقدم له جزيل الشكر على دائما الوقوف إلى جانبنا، وإن شاء الله دائما نكونوا في مستواه ورفعوا راية الوطنية. أكيد ميدالية، لكن وراها تعب وتحضير سنوات. أكيد أكيد هي صدقني تحضيرات كبيرة، يعني الميدالية دائما يكون وراها تحدي ويكون وراها صبر ويكون وراها إرادة، من الميدالية مش هتجي هكاك، خاصة ألعاب بارالمبية دائما مستوى يكون عالي وعالي جدا. في ألعاب بارالمبية شفنا مستوى مختلف إطلاقا على باقي الألعاب، عملت ألعاب من قبل لكن هذا المستوى أعلى مستوى لحد الآن، كان مستوى جد قوي، ألعاب في القمة، يعني حاولنا نرفع الراية، وخاصة كنا في باريس كان ضغط كبير، حبينا الراية الوطنية ترفع في باريس، والحمد لله ربي كان معنا ورفعناها 6 مرات، هذا يعني الشرف لينا أن رفعنا الراية الوطنية. سبقت الألعاب البارالمبية، سبقتها الألعاب الأولمبية أكيد، هما منهم صدقني تبعناهم بشرف، يعني هما أكيد وهما عطاونا هذيك القوة الزائدة، يعني لينا كانت يعني إرادة تاعنا 100% ولا 100%، كي شفناهم عفوا الراية الوطنية وفرحنا معاهم وبكينا معاهم، حنا ثاني قلنا إن شاء الله نحاولوا نرفعوا الراية الوطنية ونقدموا أحسن نتيجة ونمثلوا بناتنا أحسن تمثيل، وأكيد مثلناها حصلنا على المرتبة 25 من بين 184 دولة، هذا شرف لينا، أول مرة تحصلوا على يعني نتيجة كيما هذه، 6 ميداليات ذهبية 6 برونزية، نتيجة جدا رائعة وأكيد فرحانين بها. هل كاين أجيال ربما راح نتمنى يعني المجال تاعكم راح تخلفكم ربما في المستقبل؟ أكيد ولا نتمنى صدقني، دائما نوجه رسالة لكل يعني اللي حابين يمارسوا رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ودائما نشجعهم ونقول لهم احنا نكونوا لكم اكزامبل كما كانوا لينا اللي قبلنا اكزامبل، ان شاء الله يكون فيه الجديد، وان شاء الله دائما الراية الوطنية دائما تبقى مرفوعة بينا وباللي جايين ان شاء الله. بعيدا عن الرياضة والتتويجات، حياتك انت كامرأة؟ حياتي عادي، امرأة متزوجة لدي المدرب تاعك؟ أكيد المدرب هو الزوج تاعي، عادي لدي بنت وولد، مسؤولية كبيرة خاصة لما يكون عندك يعني باش تبقى في المستوى العالي وتكون ربة بيت، والمرأة ليست زي مثل الرجل، يعني امرأة عندها يعني مسؤولية أكثر، لأنها حتكون ربة بيت وعندها أطفال لازم ترعى بيتها ودارها، وبعدها المسؤولية باش تكون في المستوى الرياضي، يعني الميزان اللي لازم تحاول تحافظ بين بيتك وبين المستوى العالي، اكيد ما تكونش سهله، مي الحمد لله يا ربي ساعدني هذا الشيء لانه المدرب تاعي هو الزوج، والحمد لله رانا سي نكونوا في المستوى ان شاء الله. مبروك عليك مره اخرى. الله يسلمك يعيشك، شكرا لك انت. السلام ورحمه الله، مرحبا بكم. مبروك عليك مره اخرى. يعيشك، الله يبارك فيك. مازالت الفرحه فيكم للان؟ اكيد ان ايفينمون ان تال ايفينمون هكذا سا نو في ريفيفر هذاك لو مومون دو فيرتي، لو مومون اللي فرحنا فيه سورتو افيك سوسيتي جينيرال كي نوزا توجور اكومباني، ميم لابا اون فرانس اون ايتي تري بيان اكومباني تري بيان سويفي بار سوسيتي جينيرال الجيري. ميداليتين هذاك هي الهدف المسطر؟ اكيد ميداليتين ذهبيتين، ليس الا ميداليتين، الحمد لله دونك وفقنا ربي باش لحقنا لهذا لهذه النتيجه اللي كانت مسطره يمكن منذ 3 سنوات من قبل.
في منافسة قوية لأنه قالوا بعض الرياضيين زملائكم منافسة تاع هذا العام غير تاع الدورة غير أكيد يعني. أكيد أكيد كاين تحسن كبير يعني في المستوى. الناس تعمل يعني الناس يتعمل باش 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 يقدموا ما أفضل لديك. دونك الحمد لله إحنا وفقنا ربي. يمكن أنا خاصة سباق المئة متر اللي كان سباق تاعي نقوله صعب وما كانش سهل على عكس سباق 400 متر اللي أنا جيميتريز بوكو ميو. دونك مي الحمد لله وبور ما لو 100 متر سيتي لون دي ميور كومبيتيسيون اللي درتهم في حياتي. قسما مرتين دخلت التاريخ كتبت التاريخ. وشي ربما الرسالة للرياضيين اللي فشلوا ولا الأجيال اللي راح تجي موراكم؟ بالنسبة لهذه النتيجة على الميداليتين تاعي يمكن هي رسالة شعب لها أنه إحنا جزائريين وأحرار ونقدروا نحققوا كل النتائج الإيجابية. ورسالتي يمكن للناس اللي ما قدروش يحققوا هذه النتائج منهم إن شاء الله في المستقبل راح يكونوا نتائج أفضل من هكذا. وهذا راه يجي غير بالعمل والهدف المستطر مع مع أن بون أكومبانيومون سورتو تكنيك. Une soirée, une fierté, beaucoup de bonheur, beaucoup de, d'envie. C'est la 13e soirée hein, que nous organisons pour célébrer les athlètes. Et je crois que cette année, c'est encore plus un nouveau souvenir puisque la Fédération algérienne en sport, avec toutes ces médailles qui ont été amenées, fait de l'Algérie un pays qui compte dans le monde du handisport. Évidemment, c'est le plus grand des pays qui ont gagné le plus de médailles sur le continent africain. Et je crois surtout qu'elle a fait vibrer beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Elle nous a rendus fiers en écoutant ces hymnes à Paris. C'était des jeux qui étaient médiatisés. Et donc, d'une certaine manière, ça nous a permis à tous les Algériennes et les Algériens de vibrer avec nos athlètes. Et nous, Société Générale Algérie, on est un modeste contributeur dans cette belle aventure. On soutient cette fédération depuis 13 ans. Avant, on soutenait les clubs. Cette année, on a décidé d'aller encore un peu plus loin et on a décidé avec Skander Mani de l'avoir comme ambassadeur de la marque Société Générale Algérie. C'est une personne incroyable et donc on est très fiers de l'avoir comme ambassadeur. D'abord parce qu'il a eu ses deux médailles d'or et qu'il a fait vibrer tout le monde. Et deuxièmement parce que c'est une personne qui est capable de démontrer qu'avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de motivation, on arrive à faire des très belles choses. Nous, on l'a eu avec nos managers dans nos équipes. Il a eu un discours qui était incroyable. C'est quelqu'un de attachant, c'est quelqu'un de motivé. C'est un Constantinois. C'est un Constantinois en plus. Il est cultivé. Il est cultivé, il est sympathique. Il est motivé. Il est motivé, il est brillant. Il est champion. Il est champion, il est médaillé. Et donc, je crois qu'on peut tous être fiers de tout ça en Algérie, d'avoir des champions comme ça. Et en tant qu'entreprise, au nom de toutes les équipes que j'ai en Algérie, je peux vous dire qu'on est très fiers. Merci beaucoup. Merci à vous. مساء الخير. مساء النور. فرحة التتويج ما زال هاي لليوم؟ بيان سور ماشي رايحة خلاص تحكم 4 ans. مثل الأولمبياد الجايين. كيفاش اليوم تشوفي الحفل أيضا ينضم تاعكم سيتي جينيرال ودارت له عنوان فخورون أبطالنا؟ هي والله غير صراحة سوسيتي جينيرال دائما مساندة الفيدرالية الجزائرية اللي داوي الهمم والأبطال تاوعها. كل ما نطلعوا كما يقولوا الراية الجزائرية ونشرفوا الجزائر أحسن تمثيل ديرنا حفل تكريم. دونك نشكرها من هذا المنبر ونقولها يعطيهم الصحة كامل خدامي تاع سوسيتي جينيرال. ميدالية لكن تحضيرها سنوات كيفاش كان؟ برغم أنك وليتي أم الظروف حكينا شوية عليها. كما يقولون انا كانت العوده تاعي من بعيد لانه ميم لا بريباراسيون تاعي ما درتهاش فريمون 100% وين كان عندي بروبليم تاع البوا عاوت وليت بالبوا تاع 70 كيلو. دونك المومون اللي لازم انا بريباري فيه قعدت نهبط في الميزان ومن بعد كان عندي لازم ميم في لي كومبيتيسيون لازم في الروكينغ نتكلاسا بيان باش نكون مع الاولانيين. دونك كانوا عندي بزاف كما يقولوا دي زوبستاكل بصح الحمد لله بالعزيمه تاعي والاصرار كما قال يقولوا لي كامل تما في الصدر راكي درتي معجزه. دونك الحمد لله هذه المعجزه تاعي خرجت بميداليه برونزيه. كيف تهتيت التتويج من هذه الميداليه كتبتي بها تاريخ فوالا كيما قلت لهم انا دخلت في ليسوار هذه هي نهديها لبنتي حاجة الأولانية ميرا اللي ربي يطول لي في عمرها 15 شهر دركا اللي مسكينة ماش بعدهاش من با. دونك مع لا بريباراسيون ايتو هذا كاع باش نشرفوا الجزائر ونطلعوا الراية الجزائرية بيان سور لي بارون تاوعي خياتي وكامل الناس اللي تحبني وخاصة الشعب الجزائري. قبلكم رئيس الجمهورية كيفاش كانت الاحتفالية وهو المشجع تاعكم رقم هو والله غير الرقم الاول وين نكونوا ديجا هو كان هضر معنا كي كرمنا في 2021 كان ينسيستي على هو كان وعدنا
وحنا وفينا تاني هو وعد وفا وحنا تاني دونك كنا تاني وعدنا اننا نطلعوا الرايه الجزائريه والله غير كان هذا فخر لينا رئيس الجمهوريه اللي عاود كرمنا للمره الثانيه وخاصه هذه الخطره كانوا لي بارون تاعنا معانا دونك زاد انفيتا مام لي بارون تاعنا دونك دار حاجه اللي حنا ما كناش نستناو فيها نشكره تاني خاصه على هاد الحاجه اللي دارها ويعطيه الصحه وان شاء الله كما يقولوا المزيد ان شاء الله حنا تاني نزيدوا لنا نشرفوا الجزائر ونطلعوا الرايه الجزائريه. كان بعض الابطال منكم اللي شاركوا في هذه التظاهره الرياضيه انه المستوى الدوره عالي بزاف، هل هذا يستدعي منكم انكم يعني تحضيرات تكون اكثر في المناسبات القادمه؟ بيان سور ماشي حاجه سهله، اشاك فوا لو نيفو راهو غير يزيد يطلع، لو كان تجيب لي فاليد يجوا يجروا كيما يقولوا يديروا دي كومبيتيسيون مع ذوي الهمم بالك ما يتكلاسيوش ميم با ولا ما يتكاليفيوش ميم با، النيفو راهو بزاف طلع واشاك فوا قلت لك راهو غير يزيد يطلع، دونك ميم حنا راهي رايحه تكون لا بريباراسيون لا فاسون دو بريباراسيون العام الجاي ولا لهاد الربع سنين الجايين لي جوز اولمبيك اللي راهم جايين حتكون بريباراسيون واحده اخرى كامل. واللي يشوف الملعب ما يفهمش لكن انت عندك اعاقه تقدر تقوليها له على مستوى النظر لانه نعم اعاقه كاين يشوفهم يقولوا مثلا مش علاقته بهذه الرياضه لكن هي تحتسب اعاقه تحتسب يعني اعاقه فوالا انا نقص في الرؤيه وعندي اون مالادي غا ايغيديتيغ دونك ماشي هكاك برك باش زعما واحد اي واحد زعما يدير نواضر ولا ما يشوفش يدخل معاهم جوز عند دي ميدسان سبيسيال هما اللي على بال دي ميدسان سبيسيال هما اللي على بالهم كيفاش فوالا هما اللي صنفوا دونك انا هذه هي الاعاقه تاعي وما رانيش حشمانه بها حاجه تاع ربي مرحبا بها وجميع حاجه جات مع عند ربي انا نتقبلها ومرحبا بها. السلام عليكم الله يسلمك شكرا.